عليكم خويا ودادي، جيت على اساس انني باغي نمشي نقطع، بقيت السيستم واقف. جيت عند مصري باع لي تذكره ب 150 درهم، هاي هاي الزون سيتش من عند مصري 150 درهم. كيقول لك الا ما كانش عندك باسبور ما تاخذش ورقه، هما المصريين كيبيعوا لنا اوراقي ب 150 درهم. اوراقي يعني هما ولاو جايين لبلادنا مخدمين المارشي نوار، هما جايين لبلادنا مخدمين المارشي نوار، ها هو مصري باع لي ب 150 درهم، لا اله الا الله. بزاف هو ملي ولا مصري يجي لبلادك انت كيبيعها لك 150 درهم، وحنا طالقين علينا داك البلان ديال السيستيم حقه مقطوع حقه 150 درهم، ها باع لي 150 درهم وقال لي الا بغيتي المزيد ندخل نجيب لك المزيد. هاي يا خويا شحال انت واقف كتسنى؟ واقف انا كنت وانا بعدا ماشي واقف، ما ناعش 3 ايام ما ناعش، كنت سنة ومريض وشحال من حاجه باش نقطع، ومع ذلك ما قطعتش. وجيت لهنا واقف بارازار، لقيت بانهم مصريين كياخذوا بجواز السفر ديالهم اوراق وكيخرجوا وكيبيعوهم للمغاربه. علاش ما قطعتيش من السيستيم؟ وخويا ما شوف خويا كي طارقين علينا هذيك الاشاعه ديال انه السيستيم حقه ثقيل حقه الضغط، الاوروب عندهم سيستيم ما عادش كيدخل ليه الاف ديال البشر وكيقطعوا، هنا مخدمين المارشي نوار، حنا ديالنا مخدمين المارشي نوار. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.